النهاردة هتكون جيومتريك معاكم في معرض لومارشي اللي مقام السنة دي في مركز مصر للمعارض في التجمع الخامس من 15 مارس ولغاية يوم الحد 13 مارس. صورنا لكم النهاردة في أكتر من مكان وأكتر من شركة المميزين واللي فعلا فيهم أفكار مختلفة عشان نكون دايما متابعين آخر الأشكال والموديلات والقناة لسنة 2022، وهنعرف مع بعض كل ده في جولتنا دي. فيلا بينا. طبعا البداية وزي كل معرض للومارشي بيكون في استقبالنا واحنا داخلين اول العارضين في المعرض، وهي شركة جوتن بألوانها المميزة والجميلة وكمان مجموعة من الألوان الترند لسنة 2022. هنلاقيها معروضة بشكل جميل وبأسمائها عشان تقدر تتعرف عليها بسهولة. بعد كده هتبدأ تلاقي بارتيشن مخصص لخامة الجوتا شيلد، دي خامة مميزة جدا من انتاج شركة جوتن بتتعمل مخصوص للاستخدام الخارجي بتاع الواجهات لانها بتتحمل العوامل الجوية والامطار والحرارة والكلام ده كله وما بتتأثرش بيها، فدي خامة مميزة جدا من انتاج شركة جوتن اسمها جوتا شيلد. وطبعا ما ينفعش نكون في لومارشي وما نعديش على جناح من اكبر، ان ما كانش هو اكبر جناح موجود دايما في لومارشي، وجناح مظلوم بتاع السيراميك والصحي. دايما بيكون مظلوم في حاجات مميز جدا بيها زي الخلاطات الايديال والجروهي والجواد والحاجات، وخلاطات مستورده تانية بنستخدمها في الديكور ميكانيزماتها نظيفه والوانها جميله. ممكن نلاقي عنده برضو الاطقم البانيو بتاعت الدش والسماعة والكلام ده كله. بعد كده بتلاقي عنده احواض متنوعة ديكور ما تلاقيهاش عند غيره مستوردة ومنها تصنيع محلي بس جودة عالية جدا او قيمتها مختلفة. طبعا دي الاحواض بتاعت المطبخ والاحواض الهانز والاحواض الستانلس. تلاقي هنا حارض حوائط من الموزايك او السيراميك المستورد اسباني. هنيجي بقى لاكتر حاجة مميز فيها مظلوم، وهو السيراميك المقاسات الكبيرة اللي بتبدأ من 80 في 120 باشباه الرخام، يعني حاجة شبه البلتك براون اهي، حاجة شبه الامبرادور، حاجة شبه الجلالة. لو تاخد بالك ما ينفعش تبلط اي سيراميك، هنت محطوط وملحوظة محطوطة، ما ينفعش تبلط اي سيراميك اي بورسلين اي حاجة الا وفي مسافة بينهم لا تقل عن 2 ملم عشان التمدد، ودي احد النقط دايما اللي بنذكرها عندنا للعملاء بتوعنا او في البيج. لازم اي بلاط لازم يكون بينه وبين التاني 2 ملم عشان التمدد، وبرضو هنا نفس الملاحظة 2 ملم. طبعا دي بلاطات مستوردة مقاس 60 في 60. هنا برضو عنده بورسلين حوائط سيراميك حوائط مقاسه لو تاخد بالك 120 في 240، وبرضو بنفس الملحوظة الاتنين ملي. هنا ده سيراميك اسباني اوبن بوك، يعني اللحامين بيردوا على بعض، ومميز بيها جدا مقاسها 120 في 240، بيكون شكلها جميل جدا لو انت عايز تميز حيطة بشكل ديكوري معين. دي نماذج من كباين شاور استيراد هو المستورد بتاعها وبيعرضها عنده. واحد من اكتر الحاجات المميز بيها مظلوم في المعرض وفي معارضه عموما اصلا هو الحجر، الحجر المحلي والمستورد اللي بيكون عنده موجود في شيتات جاهزة مميزة جدا لو هتستخدمها كديكور، والبلاطات الاسباني اللي بشكل الزخرفي المتعارف عليه الموزايك اللي احنا بنحبه ونفضله. ده برضو نماذج من نماذج البورسلين الاوبن بوك بمقاس 80 في 160 اوبن بوك، يعني تلاقيهم تحس ان هم ميرور من بعض بيردوا على بعض. عندك هنا برضو هتلاقي نفس الملاحظة لا يقل عن 2 ملي او 4 ملي متر. في بقى السيراميك او البورسلين اسف السنجل، يعني مش بيعمل شكل الاوبن بوك، مش بيعمل شكل الميرور، وده مقاسه 240
سنتيمتر. الحقيقة ان انا كنت مقرر ان انا هيمر يوم المعرض النهاردة من غير ما اعمل اي ريفيو عن حد لصناع الموبيليا او معرض الموبيليا، بس شدني المعرض اللي اسمه اسيا فرنتشر اللي احنا بنصور فيه دلوقتي ده، لانه بصراحة كان عنده شغل اوت دور محترم جدا، افكاره لذيذة وخاماته محترمة، فحبيت ان احنا ناخد فكرة مع بعض عنه. يعني هتخرج بقى يا سيدي من مظلوم، بعدها هتلاقي واحد من اكتر الناس اللي شدتني في المعرض، وهو معرض اسمه البرنس. ده متخصص في الرخام والجرانيت المحلي والمستورد. طريقة عرضه للرخام والجرانيت كانت جميلة جدا، واخد مساحات قادر يعرض فيها الخامة بتاعته بشكل كبير، وده بصراحة حمسني ان انا افتكر اسئله ناس كتير وعملاء كتير لينا، هو يعني ايه الرخام ويعني ايه الجرانيت ويعني ايه المستورد، لا بلاش المصري اصل مش عارف ايه، تفاصيل كتير عن الرخام والجرانيت هتخلينا نبدا مع بعض سلسله على جيومتريك ان شاء الله بنتكلم فيها على الرخام والجرانيت، مستوحاه من قيمه ما الواحد لقى حاجات لذيذه محتاج يعرفها للناس اكتر. استكمالا لقرار برضو ان انا مش هصور فرنتشر بس، شدني شغل الاوت دور زي المعرض اللي فات، في معرض هنا اللي هو معرض اوت دور شدني ليه شغل الاوت دور بتاعه، يعني شغل اللي بيتحط فيه البرجرات في الجاردنز في الاماكن المفتوحة قدام حمام سباحة، لذيذ. لا لذيذ، دي مرجحة مثلا، دي اوضة او كابين بتعمل في الجاردنز او الاوبن اير، هتلاقي فيها حاجات خاماتها على فكرة كلها خامات من خشب البيتش باين اللي مقاوم للرطوبة والمية، أو الخشب المستورد المعالج، ولكن طبعا الخشب البيتش باين ليه قيمته وليه جودته وسعره كمان اللي بيميزه وبيخليه يقدر يتحمل كل العوامل الخارجية. يعني الزون بتاع ايجيبشن امريكان، شركة ايجيبشن امريكان دي متخصصة في الجاكوزي والساونا وحمامات الساونا والبخار، بس زي ما انت شايف كده هي عندها انواع مختلفة من الجاكوزي في الاحجام وفي عدد الجتات وفي قوة الماتور، وطبعا كل حجم وليه الاوبشنز بتاعته، يعني قوة ماتور معينة ما ينفعش تركب غير على عدد جتات معين في مساحة معينة، طبعا كل حاجة ليها الاوبشنز اللي بتبقى موجوده فيه. نيجي بقى للجزء بتاع كمان وحدات الساونا اللي هم بيشتغلوا بيها بقى خامات مقاومه للحراره ومقاومه لبخار الميه مع السخان بتاعها مع عدادات الحراره والضغط، بصراحه مدين اوبشن كتير مختلفه كعارض متخصص في الجزء ده. يعني نيجي بقى لعارض جديد برضو من عارضين الرخام، بصراحه الناس العارضه للرخام كانت قليله شويه في المعرض السنه دي، بس كان في الاثنين او ثلاثة هم مميزين اكتر، مميزين بالمعروضات بتاعتهم. واحد منهم هو العارض ده اللي اسمه تقريبا محجر، كان عنده تنوع لذيذ من الرخام المصري والمستورد اللي تقدر تتابعه وتشوفه وتطلبه منه، هو موجود ليهم صفحة على الفيسبوك واونلاين تقدر تطلبه منه، لان زي ما احنا عارفين اغلب بتوع الرخام متمركزين في شقة تعبان، فلو انت عايز تشوفهم اونلاين ممكن تتابعهم بيه. يعني وود كورت واحد من اكتر عارضين المنتجات الخشبية اللي كان، سيبك بقى من انه بيشتغل الخشب او الدور او حاجات من دي، طبعا هو بيشتغل خشب او الدور زي ما احنا شايفين، ولكن كان بيشتغل ارضيات اللي بتستخدم في حمامات السباحة في الاوت دور بجودة عالية جدا، خامات الوانها شيك، تشطيبها شيك، الفينش بتاعها شيك، كمان عارض جزء زي ما احنا شايفين السلالم الداخلي منها اللي بيبقى متحمل على بطنه ومنها الدرابزين، وهنبدأ نشوف دلوقتي سلالم كانتليفر اللي بتحس ان السلمة طايرة مع نفسها متثبتة في الحيطة على كوابيل، خامة وفينشنج للمعروض جميل جدا جدا. نيجي بقى عند بيرويا، واحد من اجمل البارتيشنز والعارضين اللي اتفرجت عليهم في المعرض السنه دي، هو راجل متخصص في اليونتس بتاعه الحمامات،
زي ما احنا شايفين هو عنده تنوع ما بين الكلاسيك والبوست مودرن، وبعد شوية في آخر البارتيشن هنلاقي البودرن. تنوع جميل جدا، بيقدر يوفر لك الوحدة ويوفر لك الحوض، وعامل كمان تصميمات لمرايات تمشي معاه. بصراحة الناس ذوق جدا، الخامات نظيفة جدا جدا، التصميمات لذيذة وشيك جدا، والسعر مش عالي يعني. اتفرجت عليهم، لا كانوا قويين بصراحة. في وسط كل عارضين الخشب والابواب الخشبية والاعمال الخشبية، كان في عارض مميز بانه عرض فكرة استخدام جديدة للباب الجرار. باب الجرار اللي كلنا عارفينه بيكون سلايدنج على ايتم معينة بتبقى متعلقة وبارزة في السقف. هو الراجل هنا عمل حاجة مختلفة في انه خلى الميكانيزم بتاعه مداري. الميكانيزم المداري زي ما احنا شايفين هو بيتحرك، انت مش شايف الايتم اللي هو بيتحرك عليها، وبيرجع في نفس المكان، وتقدر تصمم عليه اي باب انت محتاجه من السجون الشرقية. هو الحقيقة ما كانش مسموح لنا ان احنا نصور في البارتيشن بتاعه، بس بصراحة كمية تصميمات بصراحة فخر الصناعة المصرية. ده كان عرض اسمه ABC، عنده حلول للمساحات الصغيرة زي ما احنا شايفين. دي مكتبة في ظهرها لما تلف على يونت بيبقى سرير. للمساحات الصغيرة تقدر تستخدمها استخدامين. دلوقتي بيحاولوا يفتحوها يخلوها سرير، بيبات بمرتبته جوه اليونت، وبعد كده بيحولها لمكتبة تاني وبمكتب زي ما هنشوف. هو الراجل ده بيشتغل بإكسسوار صيني وبخشب مستورد، ولكن هو حلول موفرة للمساحات الصغيرة، وعلى فكرة التكلفة مش غالية. ده كان ملخص سريع لمعرض دوماركشيه مارس 2022. اتكلمنا عنه، في معارضين كتير ما اتكلمناش عنهم، هنسيبوها لكم في الكومنتات تحت بتاعت الفيديو، وهننهيها باتنين من العارضين الخيرين اللي كانوا موجودين في المعرض، مستشفى مجدي يعقوب للقلب ومؤسسة أهل مصر لعلاج الحروق. كانوا مشاركين من باب الدعاية لمنتجات خاصة تعود بعائد للجمعية دي، وتبرعات لإنشاء المستشفى. شاركوهم وليكم الثواب إن شاء الله.